السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم شلون أني أسوي عملية تعديل أي موديفاي على طبقة الشيب فايل. أنا اليوم عندي شيب فايل لمنطقة دراسة معينة، وطبعا بالمناسبة بالمحاضرات السابقة باليوتيوب تعلمنا شلون ننشئ شيب فايل باستخدام برنامج الجوجل ايرث برو. طبعا كلش برنامج بسيط وسهل، واللي يحتاج شلون ينشئ شيب فايل خاص بمنطقة دراسته، إذا كان ما متوفر شيب فايل فيقدر يرجع للمحاضرة ويستفاد منها. لكن أنا اليوم إذا احتاجيت أعدل بالشيب فايل، أعدل في منطقة معينة، أضيف فد ريجون معين، أقلل من هاي الريجون، يعني شنو أسوي؟ أول شيء طبعا باستخدام برنامج الارك جي اي اس أستدعيها للشيب فايل الخاصة بمنطقة الدراسة. طبعا بخطوات كلش بسيطة، ما تحتاج تذهب إلى برامج ثانية نهائيا، خطوات جدا بسيطة وسهلة. نستدعيها للشيب فايل بسهولة، بعد ما نستدعي الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة، أي شيب فايل بالمناسبة منه، أقدر أني أستدعي الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة. صار عندي الشيب فايل موجود هنا، فهسه أروح أسوي عليه عملية تعديل. شلون أقدر أجرى عليه عملية تعديل؟ المفروض أنا حتى أوفر عليه عملية تعديل لازم أوفر البيس ماب اللي خاص، يعني حتى أعرف منطقة دراستي، فأروح منها أفعل البيس ماب، فأضيف آد بيس ماب. فأختار ليبل عن الإمارات، راح تتفعل عندي البيس ماب. حتى تعرف احنا من نروح نعدل على الشيب فايل نمشي على الطوبوغرافية او الحدود الجغرافية الصحيحة للتعديل. اروح هسه على الشيب فايل، لازم اخليه شفاف حتى اقدر اشتغل عليه كداخلية، فاروح على هذا الخيار اخليه هلو، مجرد انه اسخن اللون اللي خاص بي، وانا اغير لكم اياه حتى يبين شنو بدنا نسوي احنا. هاي صار عندي هذا الشيب فايل اريد اعدل عليه، كان اكون في هاي المنطقة اريد ازيده، او في هاي المنطقة اريد انقصه لاي سبب كان. فشنو نسوي الخطوات؟ اروح على اديتر، هاي القائمة الإديتر، إذا ما مفعلة عندك الإديتر تروح منها من الجانب وتفعلها. قلنا نضغط كليك أيمن على الإديتر، نختارها هاي الإديتر ونحط عليها علامة يعني التروب إذا ما مفعلة، وإذا مفعلة عندك معناها موجودة. فشو تسوي حتى تروح على الإديتر؟ هي هاي خاصية الإديتر، إديتر تول بار. فهسه تفعلت عندك الإديتر، تمام عيني، تروح أنت تختارها هاي، مجرد ما تضغط عليها راحت. هسه نجي نضغط عليها ظهر شريط القوائم عندك هنا، تروح على اديتر تقول له ستارت اديتنج، وانا ما تقول له ستارت اديتنج راح شي يسوي. وخطوات كلش بسيطه وسهله جدا. راح تتفعل بعد ما ضغطت انت الستارت اديتنج، هذا الاوبشن راح تتفعل عندك هذه الادوات، تروح على الاداة الاولى. طبعا شو يقول لك بالمناسبة؟ يقول لك انه يسلك لي منطقة الدراسة الخاصة انت حتسوي بها موديفاي، فتختارها انت منها، اختاريتها تروح انت هنا تعدل بها. اذا مجرد تبعد نقطة وتقرب نقطة تختار الخيار الاول، اذا تريد تضيف نقاط اضافية حتى مثلا يعني هسه نجي على وحده وحده. اذا رجعنا على الخيار الاول، اذا انا هسه هاي النقطه اريد يعني شلون انه يعني هاي، اذا انت ما يختفي عندك الخيار مجرد ما ضغطه مره ثانيه، انا هاي النقطه احتاجيت اقربها مثلا الى فد مكان معين، قربتها اختاريت الخيار الاول. اذا لا اريد اضيف بعض يعني نقاط اخرى حتى مثلا
تتحدد المنطقة بشكل طوبوغرافي أفضل، فأختار الخيار الثاني، أروح على الـ مثل ما نسلك الفيتشرز، فنضيف النقطة، وهاي النقطة أقدر أتحكم بيها، أجيبها لأي مكان أنا أحتاجها. تمام عيني؟ أي مكان تقدر أنت حتى يطلع لك النقاط أصلاً الموجودة بيه. إذا لا احتاجت تخفي بعض النقاط تلقائياً تخفيهن منها، تختار هذا الخيار وتخفي هاي النقاط. أنا هاي النقطة ما أحتاجها، رجع لها، هاي النقطة ما أحتاجها، كأن يكون هاي النقطة ما أحتاجها. تمام عيني؟ زين، إذا لا أنا احتاجت أحذف نقاط، يعني مثلاً أغير هذا الرسم منها كله، يعني احتاجيت انه اوسع المنطقة، اذا ارجع على نقطة نقطة راح يكون الامر متعب علي وكذلك طويل، فشنو اسوي؟ من هذا الخيار اللي هو الحذف احذف كل النقاط منه، راح تنحذف هاي المنطقة كلها، ارجع شو اسوي؟ ارسمها من هذا الخيار الكونتينوس فيتشر تولز، تلقائيا اختار الخيار منه واقدر اعيد الرسم من المكان اللي اني مثلا احتاجيت انه اعيد الرسم مرة ثانية، فتلقائيا اروح اعيد الرسم مرة ثانية لمكان معين، أو حتى لو تريد أنت لمنطقة الدراسة كلها بصورة عامة مرة أخرى تقدر تعيد أنت توسع أو تزيد عن طريق هذا الخيار. هاي أسهل طريقة. بالمناسبة بعد ما تخلص أنت تقول له إنه continuous، بعد ما تخلص تقدر أنت النسخة الجديدة اللي تظهر لك، يعني هي أجريت عليها تعديلات، تروح تسوي لها كسبورت تصدير بأي صيغة أنت تحتاجها، كأن تكون صيغة شيب فايل، كأن تكون أي صيغة، هو منطقي يوفر لك عدة صيغ، أما database features أو shape file فأنت أي صيغة تعجبك وتخزنها بالمكان الخاص بك بملف عملك أو اللي خاص بهذا المشروع، تستفاد من عدها وتغير بها. هاي أسهل وأفضل طريقة أنه أنا أجري عملية تعديل على الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة. إن شاء الله تكون محاضرة اليوم أيضا مفيدة وتستفادوا من عدها، وأي أحد عنده سؤال أو استفسار بخصوص هذا الموضوع يكتب لكم كومنت بالتعليقات. دمتم بأمان الله وحفظه.